السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائنا على قناتنا من جديد، قناة موجامنيون. رحب بكم أصدقائنا على قناتنا، معاكم أخوكم مهند. اليوم راح نبدأ بحلقة الأسئلة. نكرر هاي المعلومة دائما، حلقة الأسئلة بعد كل 3 حلقات، فلذلك يا أعزائي لا أحد يسأل كل مرة متى حلقة الأسئلة، حلقة الأسئلة بعد كل 3 حلقات. خليكم ويانا بالمقطع وإن شاء الله راح نجاوب على أسئلتكم، يلا بينا. طيب يا جماعة خلينا نبدأ بأخذ أول تعليق. أبو العز الجهني يقول مهند تكفى أسألك بالله أنك تعلمنا كيف جابت جواهر، يقصد كيف جبت جواهر يعني كثيرة في لعبة كاسل كراش، إذا أنك مهكر تكفى لا تبخل علينا بطريقة، الله يرحم والديك بالله تعلمني. صراحة أخي العزيز راح أقول لك الطريقة وما أبخل عليك إطلاقا في الطريقة. الطريقة هي كالآتي عزيزي أبو العز، طريقة انه تجمع الجواهر هي انك ما تصرفها، كل ما تفتح صندوق راح تحصل من عنده عدة جواهر. الصراحة انا ما حصلت الا من الصندوق اللي يجينا صناديق تجي بها جواهر فتحصل من عندها جواهر. ايضا هذه الصناديق اخي العزيز راح يكون عندك البنك تقدر تفتح كل تقريبا 300 جوهرة، تقدر تفتح الاول بعدين اكثر وهكذا. فاذا كنت انت يا اخي ما تصرف الجواهر على فتح الصناديق او على شراء اوراق جديدة، فبهذه الطريقة راح تقدر تجمع الجواهر بشكل اكبر. بالنسبة للتهكير الصراحة ما انصحك تهكر اللعبة، لان اول وتالي راح يكشفوك الشركة وبعدين راح تعرض حسابك الى الحظر، والمشكلة في اللعبة هذه اذا انحظرت لازم تعيدها من البداية. قبل ما ننتقل للسؤال اللي بعده، في عدة اشخاص ردوا علي على لعبة سامس ميكر ونطاني خرائط لكن ارسلها بالتعليقات، ما ادري ليش يا اخي الجماعة ما يعرفون كيف يشاركون بالهاشتاج. الهاشتاج سهل مثل ما تشوف هنا، راح اشرح لك طريقة الاشتراك بالهاشتاج. طبعا هذا الهاشتاج ما يخص فقط الهاشتاج اللي انا راح اقول لك عليه، لكن هذا يخص جميع الهاشتاجات اللي يطلبوها اصحاب القنوات انه تشارك بها. فتكون كالآتي، تجي على الحساب مالك تفتح الفيس او تويتر او الانستا، يعني حسب البرنامج التواصل اللي عندك انت، تدخل على النشر، على النشر على الصفحة الرئيسية يعني على الصفحة العادية مالتك، تكتب هنا الاي دي للماب اللي عندك. فتكتب مثلا الاي دي، مثلا خلينا نكتب اي دي مثلا اي اي دي كذا، طبعا الاي دي مال اللعبة راح يكون بهذا الشكل يعني تقريبا كذا، فهذا الاي دي مال المرحلة. بعدين تنزل للأسفل وتجي تحط الهاشتاج، تسوي هاشتاج بعدين تكتب هنا مو جيم نيو كذا، تكون انت خلصت طريقة الاشتراك. لكن يبقى فقط انه تعلق، فتكتب هنا بالأعلى التعليق اللي تريده كذا وخلاص هكذا، وتنشر على صفحتك. واهم شيء انه يكون المنشور عام مثل ما تشوفون هسه الأصدقاء، لازم يكون عام، تسوي هنا عام وراح تقول له خلاص، تقول له نشر وكذا انت راح تشارك معنا. يعني الطريقة ما هي صعبة، مجرد اهم شيء انه تكتب الهاشتاج لاجل انه اعرف. اتمنى كذا وصلت الفكرة. معنا الاخ فارس السيد يقول يا مهند خلي مصطفى يرد على المازنجر. مصطفى رد على المازنجر. معنا الاخت لطيفة يوسف تقول سؤال، كم تربح من اليوتيوب؟ بالنسبة لطريقة الربح من اليوتيوب راح يكون على حسب الظهور. لو تراجع الفيديوهات اللي تختص في الربح وكذا والشرح عن الأرباح راح تلقى هناك معلومات عن اليوتيوب وعن هذه الأشياء. من ضمنها أختي العزيزة كل 1200 ظهور راح يساوي دولار، فإذا حصلت القناة على 1200 ظهور راح يكون هناك دولار في القناة. معنا الأخ سامح محمد يقول يا مقتحم أنا آخر واحد وهو محمد سامح، يا ريت يقصد يعني بالقبيلة، يا ريت ما تنسى وتطردني. يعني كيف ما انسى واطردك؟ يعني تبيني اطردك؟ تريدني اطردك؟ صراحة ما ادري، لكن اتوقع انه خطأ وكان المفروض انه يكتب لا تنسى لا تطردني، لا تطردني حبيبي، حط لا نفي. نكمل. لان انا جالي يعني جوالي عطلان وممكن ابعد حوالي شهر ما يشوف جوالي، فيا رب تعرف وما تطردني. طيب
جيد جيد عدلها، وهتعمل متى بث مباشر والكومنت ده لو عايز تخلي لي حلقة الأسئلة وموافق، لو هترد عليها أول ما تشوفها برضو موافق. خلاص خليت لك إياه في حلقة الأسئلة، راح أجاوبك على بث المباشر الصراحة أخي العزيز. فالبث المباشر صراحة ما أدري أنت عن شنو قاعد تتكلم. بالنسبة لي فأنا ما عندي بثوث مباشرة، كنت أعمل بث مباشر عن أمونج آز، لكن أتوقع الشركة سحبت على اللعبة، لأن صراحة آخر مرة دخلت لها شفتها اللعبة بايضة. طيب معنا دراغون هيرو يقول: يا أخي مهند أنا عندي مشكلة بتمنى تعطيني حل. لما أدخل قبيلة يقول لي خدمات القبيلة غير متوفرة مؤقتا، ممكن الحل؟ صراحة أخي العزيز هذه المشكلة يعاني من عدها الكثير الكثير والكثير من اللاعبين في كاسل كراش. لو أنت متابع لي جروب اللعبة اللي خاص باللعبة، فراح تلاحظ انه هناك اسئلة كثيرة عن هذا الموضوع، والشركة الان ما عطت جواب صريح للاعبين. بالنسبة انه الخدمات غير متوفرة، اتوقع حاليا يعتمد على الجوال اللي عندك، فاذا كان جوالك او الاصدار الجوال اقل من 5 ما راح تشتغل معاك الدردش. وايضا اخي العزيز اذا كنت تستخدم محاكي الاندرويد، فمحاكي الاندرويد ابد ما راح يشغل لك الدردشة مثل ما حصل معايا. والحل الصراحة هو انه تصبر وتحتسب واسجد لك سجدتين واشكر رب العالمين انه اللعبة الان شغالة. طيب اخواني في ردود كثيرة على الفيديوهات، فاشكركم من كل قلبي على الردود الصراحة، هاي الردود تشجعني جدا جدا وتخليني انه استمر واسوي ابداع اكثر في الحلقات. فاشكركم من كل قلبي اخواني على الردود وعلى التشجيع، وان شاء الله ان شاء الله انه لا احنا نقطع معاكم ولا انتم تقطعون معانا، ويستمر هذا التفاعل وان شاء الله يزيد في الايام الجاية. وان شاء الله في اخبار حلوة، لكن حاليا انا ما متأكد من عدها، فخلونا نكمل الحلقة الى ان اتأكد وعد اقول لكم اياها. معنا الشريف جدالة اخونا شريف يقول: ان المميز في القاعة الخامس اول مرة تجي لي البطولة لول مار معي 9 مجوهرات. صراحة اللهجة مالته شوية صعبة لكن افتهمتها. يقول انه القلعة الخامسة من المميزات مالتها انه تنفتح عندك البطولة، يعني اذا كنت بالقلعة الخامسة راح تنفتح عندك البطولة. صراحة هاي معلومة حلوة وانا ما ملاحظ هاي المعلومة، لكن يعني من كنت العبها ما كنت مقرر انه اسوي عنها فيديوهات وكذا، فما لاحظت هاي المعلومة. فاشكرك انه انت ضفت هاي المعلومة، المعلومة الرائعة. فهذه اخبار سارة اللي يبدي بالجديد في لعبة كاسل كراش، انه في القلعة الخامسة راح تنفتح عندك البطولة، فلذلك لا تصرف الجواهر، اصرفها فقط في البطولات. طيب معانا لي نور يقول: وانا بي فريندس. يس اوف كورس. معنا الاخ عباس اساس يقول: هل انت مهكر كاسا كلاش؟ اجبني. بصراحة اخي العزيز خلي اكون معاك صريح، لان هذا السؤال تكرر عدة مرات ولازم نكون واضحين امام الجمهور. بالنسبة لكاسل كراش انا فكرت انه اهكرها، وهذا التفكير ملأ قلبي وقلت خلاص لازم اهكرها، لكن بالنهاية طلعت ما تستحق ان الواحد يهكرها. العب عدل بدون تهكير. معنا الاخ عبد الباري ديزت يقول: يا اخي انا راح اسألك كيف تستطيع تسجيل ما يحدث على الكمبيوتر، وايضا كيف تدخل في الفيديو نفسك؟ هل تستخدم تطبيقات ام كاميرتين وتدمج الفيديوهات؟ ارجوك اجبني، اريد ان اعمل قناة ولكن انا مبتدئ. صراحة اخي العزيز راح اجاوبك وما في اي مشكلة، والصراحة اتمنى لك التوفيق وان شاء الله قناتك تشتهر اخي العزيز اكثر واكثر، لكن تحتاج فقط انه تستمر عليها. فللاجابة على سؤالك اخي العزيز راح تستخدم كاميرتين بالتأكيد اذا كنت بالبداية، فاكيد انه انت ما عندك المستلزمات اللي تحتاجها للتصوير وعمل الفيديوهات، فلذلك راح تجيب جوالين. يعني اذا كنت تلعب باللعبة من الجوال فراح تحتاج جوالين، اما اذا كنت تلعب من الكمبيوتر فراح تحتاج انه الكمبيوتر وجوال اخر. الجوال راح تصور به نفسك، والكمبيوتر انه راح تنزل مثلا برامج تصوير مثل باندي كام، وهذه البرامج اللي معروفة على المتصفح، تقدر تفتح المتصفح وتبحث عنها وتلقى هذه البرامج. هذا البرنامج راح يصور لك الحاسبة والموبايل راح يصورك، بعدين
بعد ما تخلص التصوير راح يبدي وقت المونتاج، راح تحتاج الى برامج المونتاج. من ضمن هذه البرامج اخي العزيز هي وندر فيليمور اللي انا استخدمه شخصيا، لانه صراحة سهل وغير معقد فاستخدمه. صراحة في برامج كثيرة فتقدر مجرد انه تكتب برامج للمونتاج على الجوجل راح تلقى برامج كثيرة للمونتاج. اللي الفيديو اللي عملته على الموبايل راح تنقله الى اللابتوب، راح تجي تدمج الفيديو اللي انت سجلته مع الفيديو اللي انت صورت بنفسك، وهكذا راح تسوي الاستخراج، راح يكون الفيديوين مع بعض. اتمنى تكون الاجابة واضحة واتمنى لك التوفيق اخي العزيز. عندنا الاسلام البيطار يقول ليش تجرب الخطط المعارك ودية، جربها اونلاين. صراحة اخي العزيز الخطط المعارك نستخدمها ودية ليست اونلاين لسبب ما، وهذا السبب يعرفه بعض الاشخاص وبعض الاشخاص يجهل هذا السبب، فلذلك راح اقول لك السبب. المعارك الودية نقدر انه نتقاتل بشكل متساوي، يعني اعمل معارك ودية بطولية فراح تكون الاوراق متساوية عندي وعند الخصم، فراح العب معاه بطولة عادلة بدون اي غش وكذا، يعني ما في فروق بالقوة. بينما اذا لعبت اونلاين الخطط راح تكون متنوعة، وعلى الاغلب انه راح استخدم جميع الاوراق، فشي طبيعي انه انا ما رافع جميع الاوراق الى المستويات العالية الها، فراح يكون اكيد هناك يعني غبنة بالموضوع. الاخ ايفل فينوم يقول هل هناك مشكلة ام ماذا، خسرت جوار كثيرة وانا بجرب فيها، يقصد البطولة. الصراحة اخويا انا ايضا خسرت جوار كثيرة بهاي البطولة وما قدرت افوزها، رغم انه انا تقدمت يعني بالبطولة، لكن صراحة ما قدرت اخذ الجائزة مالتها، فحتى ما عملت فيديو عنها. خسرت ما يقارب تقريبا اكثر من 100 جوهرة لكن ما قدرت افوزها، وصراحة هذا كله حظ ونصيب. يقول منصور جهلان يا مهند انا اخوك منصور، تقدر تحكر كاسل كراش في فيديو؟ هلا وحبيبي شلونك اخي العزيز، يعني انت ما ادري تريد تطردني من اللعبة ولا، لان اذا هكرت اللعبة في فيديو معين مجرد انه توصل شكوى للشركة انه انا سويت كذا فيديو راح يحضرون حسابي، فشي طبيعي انه طلبك هذا مرفوض حبيبي. في بعض الاشخاص بالتعليقات بيقولوا انه احنا هكرنا اللعبة وكذا، صراحة ما انصح اي شخص انه يلعب بهذه الامور، لان مجرد انه ترى يوصل خبر او ينشرون فيديو عن انه انت مهكر اللعبة راح ينحظر حسابك، وراح تحتاج انه تعيد اللعبة من جدة وجديد ومن البداية ترجع مثل ما حصل مع الاشخاص. الصراحة اللي لاحظ انه في اشخاص كثيرين انحضروا بسبب الثغرة، لكن الحمد لله انه انا اللي نشرت الثغرة الى الان ما انحضرت، فالحمد لله والشكر انه الى الان ما انحضرنا. صراحة انا ما استخدمت الثغرة لكن انا نشرت طريقة عمل الثغرة، فاللي راجع عالم الشهرة باللعبة راح يلاقي انه الاوائل اللي كانوا باللعبة اغلبهم صار لهم باند وانحضروا ولازم يعيدون من جديد، ما ظنت راح يعيدون، خلاص انحضروا وتركوا اللعبة. طيب معنا ريبو بي كي يقول مرحبا ماند انا ريبو، اتمنى ان تعطيني طريقة لزيادة سحقنا لزيادة الجواهر، انا جراند ماستر ولا استطيع المشاركة في البطولة. صراحة اخي العزيز ما في طريقة انه تزيد الجواهر، يعني كيف تزيد الجواهر الا اذا تشحن. تريد تشحن اذا تريد تشحن اخي العزيز فاشحن، ما حد لازمك راح يزيد عندك الجواهر بشكل سريع، لكن اذا كان حالك من حالي فانصحك انه تنسى هاي البطولة وتنتظر هاي البطولة الجاية وتفتح صناديق، اكيد راح تطلع لك من عندها الجواهر وكذا، واجمعها الى ان تبدي البطولة القادمة. معنا الاخ حيدر علي يقول ليش فيديوهاتك ما تصعد، انت يعني انت اسطورة والله. الصراحة اخي العزيز الفيديوهات ما تصعد لاسباب عدة، ومن هاي الاسباب فيديوهاتنا تحتاج الى ترويج الى نشر بأوسع نطاق، لكن القناة ما قاعدة تحصل هذا الشيء، رغم انه احنا نسعى لنشر هذه الفيديوهات واحاول انه انشرها وكذا، لكن يعني ما يكفي انه وحدي انه انشر هذه الفيديوهات، فيحتاج من المتابعين واللي يحبون القناة ويحبونه وكذا انه يحاولون انه يساعدونا بالنشر على اوسع نطاق، يعني كل واحد مثلا بين كل 10 فيديوهات مثلا اذا نشر واحد في صفحته فهذا راح يساعدنا جدا جدا في الترويج للقناة وزيادة المشاهدات عليه. ايضا من زيادة المشاهدات اذا كانت هناك مشاهدات كثيرة على القناة صار في القناة مردود جيد،
فشي طبيعي طبيعي انه راح نعمل مسابقات على القناة. فيعني انت من تساعدنا حاليا في رفع القناة او ترويج القناة، فاحنا ان شاء الله راح نقدر نرجع لك اياها، وقد يمكن انه فيديو واحد انت تنشره لنا للقناة، يمكن بعدين راح تحصل من عندنا اشياء كثيرة جدا جدا عن طريق المشاركة في المسابقات. فاخ العزيز، هذا السبب اللي يخلي الفيديوهات ما تصعد، لان ما عليها ترويج. فاتمنى من المتابعين انه يساعدونا في النشر الفيديوهات. اللي متابعني من زمان يعرف انه اني ابد ما طلبت من احد انه يعمل شير للفيديو ويشارك مع اصدقائه. بالله اسالك سؤال، انا طالب من قبل انه احد يعمل شير للفيديو؟ لا ابد ما طالب. شفت شلون؟ بالله اقولك بس جاوبني زين، جاوبني، سمعهم. طالب انا من قبل انه احد يسوي شير للفيديو؟ لا حبيبي لا، قلت لك ما طالب. فشفتوا كيف؟ بس اقول لك جاوبني، اطالب قبل انه احد يشارك الفيديو في صفحته وكذا؟ لا خلاص شكرا. اذا تحب تساعدنا فساعدنا، واذا ما تحب تساعدنا فتكفينا انه انت تجي تشوفنا وتشاهدنا. معنا الاخ علاء رجيم يقول: البطاقات الاسطورية نادرة جدا، لا يمكننا العثور عليها، انتظرت مدة الاوراق الاسطورية، ولكن عندما فتحت الصندوق البطولي لم اجد بطاقة اسطورية، هل هذا الحظ النحس؟ ان كانت لديك طريقة اخرى للعثور على بطاقات اسطورية اكتبها، واذا لم تكن لديك شكرا على كل حال. اخي العزيز، انا عندي فيديو عملته عن القناة قبل، فتحت فيه صناديق وكذا وما حصلت على اي ورقة اسطورية، رغم اني فتحت صندوق عظيم وفتحت صندوق سحري واتوقع كذا يعني صناديق جيدة، لكن ما حصلت على اي ورقة اسطورية. فاللي صراحة اقدر انه انصحك به انه تفتح الصناديق الجيدة اللي عندك في الوقت اللي تكون فيه الاوراق الاسطورية في 2، اي دائما اذكرها لاجل انه تكون عندك نسبة ظهور اوراق اسطورية بشكل اكبر. معنا الاخ بشرى او بشري، اتوقع بشري او بشرى، صراحة ما ادري، جو 4X 2020، سؤال خطير يقول: كهرباء صراحة وطنية الكهرباء، اذا تسأل عن الكهرباء فهي وطنية. طيب يا جماعة الخير، هذا اللي كان عندنا اليوم، اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم. اذا عجبك الفيديو ضع لايك، ما عجبك الفيديو ضع ديسلايك. وهذا اللي كان عندنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لتجنب مرض كورونا ننصحك باتخاذ الاجراءات التالية: سبسكرايبو، لايكو، كومنتو، واغسل يديك قبل الاكل وبعدها، ولا تنسى تشيك على باقي الفيديوهات.